مساء الخير، بداية عام جديد وحلقة جديدة من هاشتاغ سياسي هذه الليلة مع الدكتور طلال أبو غزالي. ممساء الخير دكتور طلال، شكرا لوجودك معنا، شكرا لاستضافتك لنا في مكاتبك بأول حلقة من العام 2024، وإذا نتشرف أن نكون معك بهيك أول إطلالة لنا. هذا تكريم لي، الله يبارك فيك. أطال الله بعمرك، أردنا أن تكون معك الحلقة لأن الهم الأكبر اليوم هو فلسطين وبالتحديد غزة. معك وهذه المرة الثانية التي نلتقي فيها دكتور أبو غزالي، تذكر كانت لنا حلقة في بدايات الحرب وكانت لك مواقف قوية جدا. اليوم مع دخولنا الشهر الرابع، الفاتورة كبيرة جدا، القطاع مدمر، الشهداء تجاوزوا 20,000، النازحون بمئات الآلاف، ومستقبل المنطقة مجهول. سوف يكون حوارنا هو فلسطين والمنطقة. القسم الأول، غزة حرب إبادة أم حرب وجود؟ عادة قبل ما نبلش دكتور طلال بيكون عندنا فقرة جولة على بعض الإعلام حول آخر مواقفك، بفقرة بنسميها زابينج. إطلالي لطلال بوغازيلي ما بتشبه إطلالاته. لما تلاقي واحد فلسطيني بالضفة الغربية بيقبل يتهجر احكي معي، ولما بتلاقي واحد أردني بيقبل يستقبل واحد فلسطيني احكي معي. ليش امتى في اتفاقية مع العدو الصهيوني تنفذت؟ امتى في قرار صدر؟ مين من الدول العربية وبما فيها فلسطين وقف على منصة الأمم المتحدة ومسك القرارات الأمم المتحدة ومزقها؟ استهدفت غارة جوية إسرائيلية بعدة صواريخ مكتبا لحركة حماس في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله. أسفرت هذه الغارات عن استشهاد القيادي في الحركة صالح العارور. بانتظار ماذا ستكون الردود الأخرى التي ستقوم به المقاومة، خصوصا أن بيان حزب الله والإعلام الحربي شدد على أن هذا الرد هو الرد الأول ليه. دكتور طلال أبو غزالي، السؤال الأول مباشرة بالموضوع، بعد مرور ما يقارب انقضاء 3 أشهر، دخلنا في الشهر الرابع، كيف تقيم عملية طوفان الأقصى بعد كل ما حصل؟ ونحن سبق والتقينا ببداياتها بأول كم يوم منها. نعم، أنا سعيد بأنه أبدأ السنة معك شخصيا وأتشرف بهذا اللقاء، وأنا سعيد بأن نستذكر لقائنا السابق في بداية طوفان الأقصى، والتي قلت فيها تحديدا أن هذه ليست معركة بل هي حرب، بداية حرب التحرير. نعم. وأن نهايتها هي انتهاء الاحتلال. ما حصل حتى الآن من دمار نقسمه نوعين، الدمار الإنساني والدمار المادي. الدمار المادي لا يقلقني أبدا، لأن ألمانيا دمرت في الحرب العالمية الثانية وبعدها أصبحت واحدة من أكبر اقتصادات العالم 7، Group of 7. نعم. G7. فهذا شيء يصنع الإنسان وما في عليه مشكلة. ما يقلقني هو الخسائر البشرية، فعلا هي كبيرة بالنسبة لكل روح فقدناها، ولكن أيضا هذا الشعب الذي أخذ قراره بأن 75 سنة بكفي من الاضطهاد والقتل التدريجي والتجويع وكل أنواع المعاناة والقسوة التي مورست عليه في 75 سنة، كما قلنا، كما قالت أم كلثوم، للصبر حدود، وحدود الصبر طفحت يوم 7 أكتوبر. وبذلك التاريخ
قرر هذا الشعب العظيم أن يأخذ قدره ومستقبله بإيده. وقلت يومها أنا أتمنى أن لا يتدخل في هذه المعركة أي دولة عربية. صحيح. وأن يكون انتصارا فلسطينيا صرفا. نعم. الانتصار ليس بدون ثمن. نحن نفخر بالجزائر العظيمة التي قدمت المليون شهيد. والجزائر مش أحسن منا، إحنا مثلها مستعدين أن نقدم الشهداء. أنا عندي بنتي مبارح يعني شو مناسبة كانت تتحدث معي، وهي خريجة من جامعة هارفارد للدراسات العليا، تقول كيف الطريقة أروح أصير شهيدة. أوف. قلت لها بتصدق سؤال كبير هذا. قلت لها بتصدق إني بتمنى إنك تكوني شهيدة، رغم أنت بتعرفي قديش بحبك، أنت حب عيني، ولكن إنك تصيري شهيدة شرف إليك وإلي، فأنا أتمنى إنك تقدري تروحي، بس ما فيش طريقة توصلي لأن الوضع مسيطر عليه بالكامل، فدخولك مستحيل. لو كان مسموح دخولك أنا بوصلك. منحييها بهذه الحلقة. هذه بنتي جمانة، وفي مدخل المكتب في صورة لها معلقة، هي تسكن في نيويورك ومتزوجة وساكنة في نيويورك. نعم. وصورتها وهي في مقدمة المظاهرة في نيويورك. في نيويورك. الشهادة إحنا في منظورنا وفي ديننا إنها شيء عظيم، هي تضحية ولكنها شرف، وهذا الشرف إحنا، أنا بديش أقول 20,000، أنا بقول 100,000 قدمنا، لأني أشتمل فيها مفقودين، المفقودين تحت الحجر موجودين ويقال بالألاف، الجرحى طبعاً، المعوقين وهذول وشهداء. المعوق في القتال هو شهيد حي. صحيح. وأنا أشمل فيها كل من تضرر كإنسان. كويس. قديش بدهم يقتلوا منا؟ 200,000 هلأ 100 سيدي، كمان 200 بضل في غزة فقط 2,000,000، ويبقى في الشعب الفلسطيني في العالم كله بناء على دراسة إحصائية قمت بها، هنالك 30,000,000 فلسطيني منتشرين في الشتات. 30,000,000، مش 5 ولا 7 ولا 10، عدد من أصل الفلسطيني الموجودين في الدنيا وكلهم فلسطينيين، أكثر من يهود العالم، أكثر من يهود العالم بثلاث أضعاف. نعم. يهود العالم لا يزيد عن 10,000,000. صحيح. نحن 30,000,000، والمليون منا والفرد منا بمليون منهم. خذ قصة غزة، هي قصة غزة ستدرس بالمدارس وستصبح علم للعسكريين والأمنيين. بمعنى المعركة هنا تتحدث. نعم. عن المعركة، كيف استطاع هذا الشعب العظيم أن يبني هذه البنية التحتية تحت الأرض خلال سنوات تحت الرادارات، تحت الرادار مبين كليا، وفيها مسافات تحت يعني طوابق تحت الأرض، مش طابق واحد. نعم. وشبكة منظمة بحيث أنك لو دخلت منها لن تستطيع أن تصل إلى آخرها، كلها واحدة إلى انقطاع حتى لا يتم القضاء عليها، لأنه كان أحد الأفكار العبقرية إنه نجيب مية البحر وننزلها في هاي ونقضي عليهم، تقضي على جزء واحد، ويقال أن حجمها هو حجم شبكة الترين في بريطانيا في لندن، يعني عشان هيك يسموه مترو غزة. مترو. نعم. ذلك مترو غزة. نعم. فإذا هذا تم، وهذه الدولة اللي كانت تسمى التي لا تقهر. نعم. والدولة التي لها أعلى مستويات الأمن والتقنية في الرقابة وفي التحقق الاستخباري. طب كيف ما عرفوا أنه هذا كان كله موجود؟ لم يعرفوا بوجود هذه الشبكة التي بناءها هي مبنية، مش والله حفرة، مبنية ومغطاة بحيطانها وسقفها، عملية يعني تحق الدرس والتعليم. نعم. فأنا كما قلت هلأ بدول، فإذا إحنا أمام ظاهرة جديدة، انتهى الوقت. هلأ إحنا في مرحلة مقاومة الاحتلال،
وهو بتعريف الأمم المتحدة احتلال. يعني الأمم المتحدة نصوصها وقراراتها التي لم يطبق منها ولا قرار وتزيد عن 70 قرار لأن دعست عليها برجلها منذ 181 و كل القرارات 194 نعم يزيد من 70 قرار. هذا كانت المرحلة التي بدأت. أنا الآن أتكلم عن مرحلة جديدة، مرحلة جديدة للنصر أيضا. أن هذا العدو لسبب فشله أعميت عينيه وقرر أن يخوض بدل خوض حرب احتلال أن يخوض حرب إبادة جماعية. هذه الإبادة الجماعية ظاهرة ستقلب كل شيء في الدنيا على هذا العدو. يعني ما فيش إطلاقا في الدنيا من يستطيع أن يبدأ دافع عن الإبادة الجماعية. وتعرف تماما جنابك أن جنوب أفريقيا قدموا دعوة إبادة جماعية وأيدتها من بعدهم ماليزيا الآن انضمت إلى الدعوة. نعم. وأنا أتوقع أن هنالك انضمامات كثيرة ستحصل من دول العالم الحر. طيب شو معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا لا نخوض حربا ضد عدو لننتصر عليه، وكانت هذه البداية أنه إحنا نريد أن ننتصر لنقضي على حماس ولكي نحقق تحرير الأسرى. هدفين حددهم نتنياهو. هذا نتنياهو عندما حدد الهدفين الآن بحرب الإبادة لن يحقق انتصار على حماس، لأن حسب توجهاته الجديدة اعتقادك أنه لن يحقق عليها انتصار. ثانيا سينتهي الأسرى مع أهل الناس اللي خاضعين للإبادة الجماعية الجينوسايد. نعم. هذا الجينوسايد جريمة الكبرى في كل معايير وقوانين الدنيا. طيب فإذا هم انتقلوا الآن بعد الفشل في الانتصار إلى مش التدمير المدني، قتل الإنسان وفنائه وفناء شعب كامل، حتى بعد أحد وزرائهم حتى قلنا نرمي قنبلة ذرية ونرتاح منهم. صحيح. قالوا له لا يا أخي لك بصير هالحكي، طب والأسرة تبعونا ما يمنعهم من إلقاء القنبلة الذرية إنه في عندهم 150 أسير. وفي هناك مشاريع الترحيل أيضا. مشروع الترحيل إلى أين؟ إلى سيناء. إيه عظيم. ومين كمان؟ إلى دول راغبة باستضافة هذه النقطة. نعم. أعطيني دولة واحدة راغبة. حتى الآن ما فيه. الآن وحتى بكرة وبعده. نعم. أنا أقول كما قلت في البداية ليس هنالك دولة عربية مستعدة أن تشارك في جريمة الإبادة الجماعية، ما في ولا، لأنها ستصبح أيضا شريكا في الجريمة. من يساعد على جريمة الإبادة سيصبح شريكا فيها. لا يمكن، وأنا أقول ليس هنالك مصري واحد سيقبل، مش بس إنه ما يستقبلوهم، إلا طبعا بيطالبوا بإنه يستولوا على الجزء اللي في رفح. نعم، فيلادلفيا. فيلادلفيا. نعم، النقطة النقاط الحدودية الشريط الحدودي. وأنت تعلم قبلي أن هذه هي جزء من كامب ديفيد. صحيح. معناته يريد أن يلغي كامب ديفيد. مظبوط، لأنه فيها ترتيبات أمنية. إذا ألغى كامب ديفيد ألغى كل اتفاقيات السلام. العدو كما قال نابليون عندما الإنسان يضرب الغرور يكون متجه إلى الفشل. هذه المجموعة التي ضربها غرور دعم الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أول يوم طلبوا أن أمريكا تأتي لمساعدتهم وجاءت لمساعدتهم. كويس. هذا يدل على ضعف مش قوة. هذا الشعب الغزاوي البطل، وأنا بقول ليش بطل؟ لأنه يحارب في نفس الوقت ويبني في نفس الوقت. قلقك على البشر. أنا علمت عن منحة مليونية، مليون شهادة ماجستير مجانية، يعني كدعم مني
لكل فلسطيني تحت الاحتلال وفي المخيمات. أول طالب تخرج من غزة من أسبوعين. شليل. لأن إحنا أنا البرنامج رقمي، كله رقمي، مش محتاج أنا أحضر صف ولا يدرس ولا صف ولا مدرسة. انتهى هذا التعليم التقليدي، انتهى. فبالتالي هذا الشعب، وأنا قبله، هذا الشعب الفلسطيني كله، مش غزة بس، الضفة الغربية لا تقل أبنائها. جنين عندما كانت تقصف وكان أبو عمار، اتصلت فيه وأنا أعتز بصداقته، قلت له بدي أقدم شيء. قال لي أنت كل عمرك بتقدم. قلت له لا، أنا هالمرة بدي أقدم شيء حقيقي. قال لي شو؟ قلت له بدي أعطي 1000 منحة لأهل غزة ليصبحوا محاسبين قانونيين، شهادة محاسب قانوني معتمد، مهنة لم تنتهي الحرب، قبل أن تنتهي الصواريخ على غزة، على جنين عفوا، كان عندي أكثر من 1000 طلب منتسب. هذا شعب بيد يحارب وبيد يتعلم، وهذه قوتنا. وأنا دائما أقول أن بقاءنا كشعب فلسطيني هو في وجودنا الحضاري. فبالتالي أنا أؤمن بأن هذا الشعب لن يتنازل من التهجير. الطرف الآخر ما بده يعني، وأنا أشكره وأثني على كل معارضة في مصر وفي الأردن وفي كل بلد عربي وفي لبنان على استضافة أي لاجئ فلسطيني. ما بديك تستضيف، بدي ترفض، وأنا ممنونك، لأني لا أريده أن يلجأ، يريده أن ينتصر وأن يموت على أرضه. الطرف الآخر اللي هو أنا الأساس الفلسطيني ما بدي أطلع. نعم. فأنت لا الطرف هذاك بده إياني ولا أنا بدي إياه، فما فيش. انسى موضوع الهجرة، هذه لعبة اخترعها واحد بدناش نذكر اسمه في بريطانيا ليعمل من وراها فلوس، إنه هو سينظم هجرتهم إلى العالم. ما تضيع وقتك يا فلان، وأنا بعرفك، ما تضيع وقتك. هذا الفلان كان رئيس وزراء سابق، الفلان اللي نحكى عنه باليومين الماضيين. نعم نعم. فهذا مشروع إرادي، بده يعمل بزنس. أما المادة تبعيته مش موجودة، مش إحنا لسنا للتجارة. إحنا أقول بدي أرجع إلى نقطتي. نعم. من بداية حرب كانت للتحرير أصبحت حرب ضد الإبادة الجماعية. بمعنى دكتور أنك تقول بأنه هذا مشروع الترحيل، هذا فاشل. مشروع أصبح طي النسيان عمليا، بالهبط. طيب سؤالي الآخر لك دكتور، وهو عمليا كل ما تحدثت فيه يلغي هذا السؤال، بمعنى كنت بدي أسألك هل كان القرار صائبا قرار، لأنه هناك وجهة نظر تقول بأنه هذا القرار كان حمله ثقيل وكلفته ثقيلة جدا، وأنت تحدثت عن الكلفة وأنه معليش هيدي حرب تحرير، لكن في خلاف داخل المجتمع الفلسطيني بهذا الموضوع؟ لا، ما في خلاف. ما في خلاف، ما في خلاف بين المجتمع الفلسطيني. في يمكن بعض الاجتهادات من أشخاص سياسيين لهم اجتهادهم مثل كل موضوع في الدنيا، ما بهمني ولا بيشغلني أبدا. أما الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يناضل ويقاوم كما في غزة. هل عم بيوصل لك أصداء من داخل القطاع؟ نعم. بأنه ربما في أصوات عم تقول خلاص ما بقى بدنا حرب، ما بقى فينا نتحمل، وصلنا على النهاية. أبدا، كل ما نسمعه وكل ما أعرفه يدل على أنها معركة حتى النصر والموت. ما بدنا النصر أو الموت، ما في هذه يعني كليتها. المشكلة هنا اللي أنا بدي أنتقل لها، خدني على الطرف الآخر، على طرف الاحتلال. نعم. طرف الاحتلال كل ما فيه مهترئ ويزيد اهتراء. بعطيك مثال، احنا العامل الفلسطيني سواء من غزة أو من غيرها كان يذهب إلى العمل في عند الاحتلال، بيطلع الصبح بأخذ رزقته وبنام بالبيت وبرجع المساء. الآن صدر قرار، أحسن قرار عملوه، ما بدنا عمالة فلسطينية.
شو البديل؟ بدنا نستجلب 80,000 عامل من آسيا. تمام كمين؟ أنا حسبتها حسابياً، أنا بدايتي محاسب قانوني. أنا طبعاً. أول رخصة محاسب قانوني سنة 63 من الكويت. يا سيدي، تكلفة هذا المستورد بالضبط 10 أضعاف تكلفة العامل الفلسطيني. لكن ماذا يفعل العامل الفلسطيني الذي لن يجد؟ بالإضافة إلى أن إنتاجيته أكبر. العامل الفلسطيني شو بيعمل إذا ما اشتغل؟ بيشتغل، بديش يشتغل عامل، بدي يشتغل خبير. أنت تعرف إنه في فلسطين خبرة عند الشباب اللي يعملوا هاكينج للبنتاغون في أمريكا. أنا بدي إياه يصبح شخص تقني، بدي إياه يصبح شخص فني، ما بدي يشتغل عامل. أنا ما عندي صفقة عليه شغلوه، لا يا سيدي، أنا كل من يشتغل عامل أنا ضده. ما بدي إياك عامل، أنت بدي إياك رجل أعمال مثلي، بدي إياك أحسن مني. هكذا يجب أن يكون كل فلسطيني أحسن من طلال أبو غزالي. حطني كم أدنى معيار، لازم كلهم يكونوا فوقي، وكلهم قادرين أن يكونوا فوقي. هذا شعب عظيم، شعب عظيم بكل المعايير. وأنا بعرف، أنا عندي مكتب في غزة ومكتب في رام الله، أحسن مكتبين في مؤسستنا في تلبية التعليمات والأنظمة والتنفيذ والأداء هم هذول المكتبين. شعب خلق ليبدع وليشتغل. المهم أنا بدي أقول، إذا جبت هؤلاء العمال إنتاجيتهم المنخفضة، ثانيا تكلفتهم العالية، تذاكر سفر إقامة علاوات، بدك تعميه، بدك تسكنه، مهم كارثة. هذا سيقضي على الاقتصاد العدو، مش هيكون دعم للاقتصاد العدو. كل الإشارات كلها في الاتجاه المعاكس. إمتى أنت سمعت في حرب في لبنان أو في فلسطين إنه نتيجة الحرب نتج 1000 مريض نفسي بدهم معالجة نفسية من خوفهم من الحرب؟ والله ما سمعت ولا لبناني دخل على مستشفى المجانين بسبب الحرب. أنه كانوا اعتمدوا على الأمن الذي وفره الجيش الإسرائيلي طوال هذه السنوات، وطوفان الأقصى ربما غيرت من هذا المفهوم، أليس صحيح؟ أنا أريد أن أقول أن الصورة اللي ينقلها العالم، صورة القلق على الإنسان اللي في غزة، صحيحة، ولكنها قلق القوي، قلق العظيم. أنا بأمن بمؤسستي، دائما بقول لهم الشباب لازم دائما تكون قلقان، ولكن الآن قلق إيجابي. القلق الإيجابي ضروري ومفيد. دائما يجب أن أتوقع أنه في مشكلة، في منافسة، في ضرر، في كذا، لأخذ احتياطي له. هذا قلق إيجابي. هناك القلق، قلق المرض نفسي. نحن في وضع كل المؤشرات فيه سلبية على الطرف الآخر وإيجابية عندي. الأم بتقول أنا بفتخر، جارتي بتتباهى أنه عندها 2 شهيدين، أنا قدمت 7. يتباهوا بعدد الشهداء. إحنا نتعاطف معهم ونحترمهم ونجلهم ونقبل إيدهم أنه عم بفتخروا بشهدائهم. بس أنت تشوف واحد شهيد، تشوف واحد فلسطيني حامل على كتفه طفل ومكتوب على جبينه للطفل مشروع شهيد ابنه، في حدا بيقول هذا طفلي أريد أن يموت؟ يفتخر بأنه يحمل على كتفه مشروع شهيد. ما في أعظم منه. هذا شعب لا يقهر، كلام فاضي إنه يتخيل أحد إنه يقهر. بهذا المعنى عندي سؤالين لأختم هذا القسم الأول، قصيرين. السؤال الأول، هل أنت حقيقة مؤمن بأنه إسرائيل هزمت في هذه الحرب؟ أنا بالمعايير في شيء بالدنيا مؤشرات اسمه، نعم، والأم الانديكيترز، وفي معايير. أعطيني المعايير. هل حققت استعادة الجنود المخطوفين؟ لا. هل حققت القضاء على المقاومة؟ لا. قتلت ناس بس ما حققتش السيطرة. هل استطاعت أن تغير الواقع في غزة؟ أبدا ما غيرت شيء، لأنه إذا الواقع كان هو تدمير المباني
سهل، انت عندك طيار. لا، تغيير الواقع السياسي دكتور، بمعنى انه وهذا رح نحكي فيه بالقسم الثاني، اليوم التالي ماذا عن اليوم التالي عندما تتوقف المدافع والصواريخ؟ شو رح يكون غزة؟ كيف رح يكون وضعها؟ وكل الوضع الفلسطيني وقضية الفلسطينية. إذا كان عمك نتنياهو مش قادر يرد على هذا السؤال، عم تقسم له اسمه هيك مش اللي اخترعته، اسمه نتنياهو. نتنياهو مش قادر يرد على اليوم الثاني. أنا بقول له أنا برد عنك. اليوم الثاني ما فيش يوم ثاني، في ثاني وثالث ورابع وخامس إلى أن تنتهي إسرائيل. رح نبلش بهذا السؤال تحديدا باليوم التالي بالقسم الثاني من هذه الحلقة. منضل فاصل قصير نرجع لكم. عودين معكم المشاهدين الكرام، هذا القسم الثاني من هذه الحلقة من هاشتاغ سياسي، هذه الليلة مع الدكتور طلال أبو غزالي من مكاتبه في العاصمة الأردنية عمان. القسم الثاني دكتور رح يكون عن حرب غزة اليوم التالي. كيف تتصور اليوم التالي دكتور طلال أبو غزالي؟ يعني وقفت المدافع، تغير الحكم، تغيرت السلطة بغزة، تقسمت غزة في مناطق ممكن يرجعوا عليها الناس، ممكن ما يرجعوا عليها، يستمر احتلال جزئي أو أكثر من جزئي لإسرائيل في بعض المناطق من الشمال. شو تصورك؟ تصورك سياسيا كيف بدأ يكون اليوم التالي؟ هو يعني ما تفضلت فيه هو ما يحلم به العدو. نعم. ولكن العدو يدرك أنه العكس هو الصحيح. يعني ما في صهيوني أو إسرائيلي عنده استعداد أن يسكن في غزة أصلا، مش قابلين يسكنوا في غلاف غزة، مش قابلين يرجعوا إلى المناطق والمستوطنات اللي هي مش مستوطنات، هي مستعمرات. وأنا أتمنى أن نغير كلمة مستوطنات، أنت تستوطن مش وطن، أنت مستعمل. هذه المستعمرات رفضين يرجعوا لها، والصعوبة هي لما ينسحب جزء من الجيش الأسبوع هذا. نعم، بلش انسحاب جزئي، هذا لأنه مش يريد أن يخرجوا من المعركة. الفلسطيني يريد أن يدخل للمعركة. أنا بقول إن أنا لما نتنياهو بيسألوه عن اليوم التالي ويرفض البحث فيه، لأنه يدرك أنه ما في شيء اسمه يوم تاني. في يوم تاني وثالث ورابع وخامس وسادس، العملية متدحرجة. مهما كان الناتج لن يسترد المعتقلون من العدو، من قبل العدو، إلا بعد آخر خروج من غزة وبعد الانتصار الكامل للمقاومة. هذا محسوم ومرفوض البحث فيه، ولذلك جميع الوسطاء توقفوا عن الوساطة، كلهم بيقولوا ما زلنا نحاول ولكن كلام فاضي، لأن كان هنالك قرار لا يستطيع قبل انتهاء الحرب أحد أن يتدخل فيه. أو قبل أول شيء بتوقفوا الحرب بنبحث بموضوع المعتقلين. هذا واحد. اثنين، هذه عملية بدأت من 75 سنة. أنا أذكر وتذكر أكثر مني أن قبل 75 سنة كان في دولة فلسطين. نعم. وأنا شهادة ميلادي معلقة مكتوب عليها ولدت. كنا عم نشوفها سوا. نعم. قبل قليل. كنا تحت، كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. البريطانيين بموجب وعد بلفور سلموها لهذه العصابات الصهيونية. هذه الحقائق، ما فيش شيء. كان النكبة، وهذه أكره ما أسمعه كلمة النكبة. النكبة والنكسة، ما فيش لا نكبة ولا نكسة. في نكبة في احتلال وفي فشل عسكري. احنا هذا الاحتلال الذي كان بطريقة غريبة عن كل الاحتلالات، لأن الاحتلالات تأتي بالقوات وتستولي، هنا لا، إجا سلمك
سلطة الانتداب سلمتك البلد وقالت لك تفضل اعلن بلدك في هذا البلد الذي اخترته من بين ثمان كان عندهم الإسرائيليين ثمان بدائل، اختاروا بلد فلسطين بعضها في إفريقيا وبعضها في أماكن أخرى. أحسنت، في كله. نعم. بما فيها شلالات نياجرا. نعم. إلى آخره. المهم إحنا جينا إلى دولة تأسست بقرار من سلطة احتلال لولادتها، ولذلك هم بيقولوا ولادة إسرائيل، ونهنئكم بتأسيس إسرائيل قبل 5 سنة كذا، تأسيس ما كانتش موجودة. طيب هذا الشعور عندهم سيعيشوا فيه إلى الأبد، إنه نحن جينا بدون حق تاريخي ولا جغرافي، ما فيك تغير من الواقع، إنه هو عارف إنه هو جاء محتلا من قبل محتل سلمه الاحتلال. نعم. أنا سلمتك، أنا المحتل سلمتك الاحتلال. فإذا الآن إحنا وما يخيفهم عندما نقول حرب تحرير والنهاية احتلال، هم بهذا الخوف والقلق متعثرة قراراتهم وتصرفاتهم وتزيدهم سوءا. لذلك يعني الآن أنا لن أتوقع ولا أتوقع إطلاقا شيء اسمه اليوم التالي. اليوم التالي هو أحد خيارين، الخيار الأول أن تستمر الحرب ويستمر الانسحاب والانحسار للاحتلال عن غزة يوم يطلعوا، ويظلوا حرب غير عسكرية اللي هي الحصار والاستهدافات. فبالتالي هذا البديل الأول لليوم الثاني. البديل اللي تختاره إسرائيل وتفضله هو استدعاء أمريكا لتساعدها في حرب إقليمية، وهذه الحرب الإقليمية الأدوات فيها منها استفزاز لبنان واستفزاز حرب في لبنان لتصبح القضية إقليمية، أو استفزاز المقاومة في إيران، المقاومة في العراق، المقاومة إلى آخره، يعني تصبح شكل الحرب لا يعود فلسطين ضد احتلال، تصبح حرب إقليمية. يعني بهذا المعنى أنت تشير نوعا ما إلى عملية اغتيال صالح العروري في بيروت في الضاحية الجنوبية، هذا جزء من الاستفزازات من أجل يعني استدراج. ويضاف إلى امبارح اغتيال أحد أركان حزب الله. طبعا، وكل يوم في نعم ضرب سوريا بالصواريخ المستمر اللي صار في إيران، هذا عمل إسرائيلي معروف يعني، إذا مش هو بوسطاء إسرائيليين. فإذا هي تريد أن تستفز المنطقة لتقول يا أمريكا تعالي إحنا في حرب إقليمية تحتاجك، وهذه أيضا عملية متدحرجة. شو راح يكون موقف الصين في وقتها عندما تصبح القضية قضية إما هيمنة إسرائيلية وأمريكية بالكامل على المنطقة، أو لا مش هنسمح لكم مثل ما سمحناش في أوروبا. بهذا المعنى قد يكون هناك تدخل صيني بشكل أو بآخر. هل تعتقد بأنه المشاريع لإقصاء حركة حماس من غزة وسحب الحكم من بين أيديها وكل هذه المشاريع اللي عم تنحكى واقعية؟ المقاومة الفلسطينية فكرة قضية، هي ليست جيش ولا مقاومة. الآن كل واحد في غزة هو مقاومة، كل واحد في فلسطين هو مقاومة، كل واحد خارج فلسطين هو مقاومة، لأنها قضية وليست حربا خلافيا بين دولتين على حدود أو على مياه أو على أي شيء. القضية لا تقاوم بالحرب، ما هو موجود الآن ويجب أن نفهمه جميعنا ويفهم العدو يفهمه،
ولكنه يتخبى وراء الكلمات. كيف تقضي على قضية على فكرة؟ لا تستطيع. الفكرة لا يقضى عليها إلا بحرب فكرية أو بأساليب وليس بالقتال. هذا ما قاله نابليون، وأنا أقول أحسنت يا نابليون، لأنه لا يمكن أن تقضي على قضية أو هدف أو إيمان أو مشروع بالحرب العسكرية. ما رأيك باستعادة تجربة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت سنة 1982 ليحلوا المشكلة؟ وقتها كان حصار بيروت بالاجتياح الإسرائيلي، وخرج أبو عمار مع منظمة التحرير أن يتم إخراج حركة حماس لكي يعني ينفك المشكلة. تخرجها من وين؟ من غزة. من وين؟ قيادات عسكرية، مسلحين أو مين حركة حماس في غزة؟ مين أعطيني سمي لي واحد أنه هذا من اللي قتلوا ضربت 20 ولا أقول أكثر من حماس؟ ما فيش حد. كل غزة أصبحت حماس، ما فيش واحد في حماس مش في غزة مش حماس. القضية مختلفة كليا عن لبنان. لبنان كانت في وطن عزيز علينا، تربيت فيه أنا وفضلوا علي لا أنساه، كانوا موجودين ضيوفا في لبنان، دولة قائمة مستقلة حرة. يعني لا يطبق هذا المشروع. ما فيش أبدا، ما فيش مناسب، ما فيش مقارنة، كأنك عم بتقارن بين البطاطا والألماس. مصالحات الفلسطينية، ماذا تقول بمصالحات؟ في مشاريع لمصالحات فلسطينية بين فتح، بين فتح وحماس بعد كل ما جرى في السابق، هل حان وقتها؟ أيضا هذه الخلافات خلافات على كما قلت وقال نابليون، الفكرة أو الهدف. نعم. أو الغاية. كل الأطراف متفقين على أن إسرائيل يجب أن تزول والاحتلال يجب أن ينتهي. هنالك من يقتنع بأن ذلك يمكن أن يتم بنوع من المفاوضة أو نوع من الضغط أو نوع من ضغط شوية وحرب شوية، وفي نوع من أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هو خلاف على أسلوب العمل وليس على المبدأ. بس هيك، لأنه أليس الخلاف أيضا على 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 التسوية النهائية؟ ما فيش تسوية. هناك من يقول التسوية النهائية أراضي 67 وتترك لإسرائيل أراضي 48، هناك من يقول من النهر إلى البحر. هذه الخارطة تقول، وأنا بلاش أحكي، هذه الخارطة الإسرائيلية، هذه خارطة إسرائيلية، الحلم الإسرائيلي، الحلم الإسرائيلي بإسرائيل العظمى، سيطرة كاملة على مداخل ومخارج المياه في المنطقة، تشمل طبعا الضفة الغربية مشمولة حكما، وكذلك غزة طبعا، وحضرتنا بلبنان كمان، لبنان كاملا كاملا، والأردن كاملا، الأردن كاملا، وجزء كبير من السعودية ومن العراق. يعني والامتداد فيها هو محسوب لتسيطر في المستقبل مش بس على المياه، تسيطر على المياه طبعا، موارد الماء المائية ومجاري المياه والدخول الحركة المائية في المنطقة. العراق الجزء الأكبر منه، سوريا كلها. هذه الخريطة اللي كان حاططها نتنياهو خلفه، هذا حلم المجانين. ولذلك أنا أقول شو بقي منه للحلم؟ أكبر عدو للعدو هو نفسه. الحكمة علمتنا أن من يريد أن يأخذ كل شيء يخسر كل شيء. عندما تصبح غباءك يا إسرائيلي أنك تستطيع بسبب شعورك بأن عندك الدعم الأمريكي تستطيع أن تسيطر وتصبح دولة عظمى، وأنت فرقة هجانا كانت العصابات التي جاءت واستولت سوليت على بلد سلمت لك تسليم اليد،
يجعلك قادرا على أن تصبح قوة عظمى، القوة العظمى الوحيدة. هذا مش جريتر إسرائيل، يعني اللي هي إسرائيل العظمى، مش بس عظمى، تصبح القوة العظمى في كل آسيا وأفريقيا. هي مسيطرة على آسيا وأفريقيا هكذا طبعا. يعني أصبح في ثلاث قوى عظمى في العالم، أمريكا والصين وإسرائيل. ماذا بقي من هذا الحلم؟ ولا شيء. ولا شيء، انتهى هذا الحلم، انتهى. صحيوا الآن، والآن هم في حيرة لا يمكنك أن تتخيلها. لا، مش محتارين شو يعملوا، لأنه فضيحة كبرى أنكم دولة إبادة جماعية، فضيحة كبرى أنكم فشلتوا في الحرب، فضيحة كبرى أنه دعمناكم نحن الدول الغربية، وبرغم دعمنا لم تستطيعوا أن تقاموا جماعة مقاومة فقط، ليست دولة، نعم، مجموعة مقاومة. أيضا فضيحة أن كلكم انهزمتوا، وفضيحة أكتوبر نفسها، 7 أكتوبر اللي ركب على رأسكم، وفضيحة ما يحصل الآن في الداخل. عندكم رئيس وزراء إذا استقال دخل السجن بقضايا الفساد، وإذا لم يستقيل حرب أهلية. فلذلك أحد ما اليوم التالي أحد بدائله حرب أهلية في إسرائيل، يمكن اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس. ما في مهرب من هذه الدولة أن تواجه قدرها وأن تواجه مشاكلها في حلها، والحل سهل. ما هو الدور العربي الذي يتراءى لك؟ كيف بتشوف العرب، الدور الدول العربية بمستقبل فلسطين، مستقبل القضية بعد ما حصل في اليوم التالي؟ أنا ما عندي مشكلة، العرب قضيتهم والعرب أهلهم أبدا. لن أسمح لي أي توجهات عدائية أن تخلق مشكلة بين هذا الشعب وبين الفلسطين. أنا يعني اليمني قديش بعيد يناضل لفلسطين كما يناضل الفلسطيني، لما بتطلع مظاهرة مليونية وكلهم مستعدين للقتال بس اسمحوا لنا ندخل. ما عندي مشكلة مع العرب، وبالعكس هم قوتنا وهم أهلنا وهم من سينقذنا. ولكن برجع أبدأ، أنا قلت في 7 أكتوبر أريده انتصارا فلسطينيا، ما بدي اياكم تتدخلوا، انا ما بدي اتدخل. طيب بعد ما تنتهي الحرب المتدحرجه فيها مراحل، نعم، وكل مرحله تحتاج دعم صحي، تقديم مستشفيات متحركه او ذكيه، تقديم دعم مالي، تقديم دعم غذائي، دعم فني، كل انواع الدعم مطلوبه حسب المراحل اللي راح نمر فيها. ما في شيء في يوم تاني اللي فيه الصبح نقول انتهت الحرب، لا، هي ستستمر لأنها عملية انتهاء للاحتلال، مش قضية بين دولتين نطلب نعمل اتفاقية سلام وبنوقع، لا. في حدا بده يظهر، في شيء. من يعيد إعمار قطاع غزة؟ هذا قطاع منكوب ووضع كارثي، وأنت تحدثت مطولا عن هذا الموضوع الآن، لكن يعني يمكن بس تخلص الحرب نكتشف أشياء كثيرة ما شفناهم على الشاشات. مزبوط. من يعيد إعمار غزة؟ صحيح، أهل غزة هم اللي سيعيدوا الإعمار. وأنا الآن كمان أبشرك بشيء، أنا الآن عم بعمل برنامج رقمي، أنا أؤمن بالتحول الرقمي، عم بعمل تعليم رقمي لبناء قدرات في بناء الدولة، بناء مرافق الدولة، يعني كيف تصبح خبير في بناء المجاري، كيف تصبح خبير في مد أسلاك الكهربائية، التقنيات اللازمة لإعادة الإعمار. يعني يد العاملة الخبيرة، يد العاملة الخبيرة ستكون موجودة الآن. ورأس المال، المال سهل، أسهل شيء في الدنيا المال، عم نحكي نحن بعشرات المليارات، مو بعشرات المليارات، لحد هلأ العدو خسر أكثر من 15 مليار. نعم، المال. هنالك أمة عظيمة عربية كريمة
ستقدم المال بدون تردد. يعني عدم دخول القوات العربية في المعركة ليس لأنها لا تريد أن تذهب، لأنها واثقة أن هذا الشعب يستطيع أن يتولى قدره. أما عندما احتياج المال واحد، اثنين، طب شو رح يصير فرص للاستثمار؟ أنت في الأزمات والحروب هي فرص للاستثمار، يعني أغنياء الحرب في الدنيا جاءوا من الحروب، نعم، لا أغنياء حرب سواء مؤسسات أو أشخاص، فهنالك استثمار في إعادة الإعمار هو فرصة للأهل غزة وللعرب ولكل الدنيا. أنا لما أنا بدي أجي أفتح مستشفى، طب أنا هذا المستشفى بيغطي مصاريفه من الرسوم اللي بتندفع لما أدفع من المدرسة، استثمار. فكل ما يمكن عمله سيكون استثمارا، وكل وهذا ما لا يقلقني أبدا. أنا مستعد أني أنظم كيف ندير، ومجانا مش أنه بدي أعمل فلوس منها، أن أدير كيف أدير عملية لإعادة الإعمار. هذه سهلة، عملية موجودة في كل قوانا، شاركت فيها في الأمم المتحدة في مناصب المختلفة. فإذا المطلوب هو أن نراقب هذه التحركات المرحلية اللي راح تحصل، وكل مرحلة لها دعم مالي مختلف. هلأ في الدعم العالي بدنا ناكل، بدنا أكل، بدنا دواء، بدنا مستشفى، بدنا مدرسة، هذه مرحلة. بعدين بدي أبني البنيان، البنية التحتية، بدي أبني المباني الكبيرة. مكتبنا في غزة دمر للمرة الثالثة، هذه المرة دمر، بعيد بناؤه، وأنا مبسوط وأنا سعيد لأني بعمله مكتب أحسن. سؤال الذي قل يعني قليل يعني قلما نسمعه، مصير الضفة الغربية. بدي أنتقل على الضفة الغربية. الضفة الغربية تحت الخطر، وتحت الخطر الشديد، وقيل بأنه في إطار مشروع الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة، ما عاد ممكن، لأنه الإسرائيليين أو المستعمرين أو المستوطنين توسعوا لدرجة أوسلو صار من الماضي. كيف الحل في هذه المنطقة؟ ما في، إذا انتهى الاحتلال الحل حصل. إيه بس هيدا عم تحكي انتهى الاحتلال، يعني عندك حوالي 800 ألف مستوطن بدك تقول لهم الله معكم. لا، أنا بقول له يا سيدي نحن دولة فلسطين نرحب بكم تحت العلم الفلسطيني وتحت السيادة الفلسطينية، ومش مثلكم بالمساواة الفلسطينية. أنت مواطن بغض النظر عن دينك وعن مذهبك، أهلا وسهلا فيك كما كنت في كل البلاد العربية، كانوا موجودين ومنعمين، موجودين في مصر، في لبنان، وادي اليهود، وادي أبو جميل، وادي أبو جميل موجود كان، وكانوا في عز وفي راحة. نريدهم أن يرجعوا كذلك، وأن نعيش نحن وياهم مواطنين، مش أنا مواطن درجة تانية تحت احتلالك، أنا وياك متساوين، وهذا بلدك وأهلا وسهلا فيك إذا رغبت أن تبقى. أما من لا يرغب فهو عنده جنسية يرحل إليها، ليس هنالك واحد في إسرائيل ما عنده جنسية تانية، كلهم مزدوجي جنسية، كلهم مزدوجي. فأنت بتحب تبقى على الراحة وأكف الترحيب وبكل محبة، بتحب ترجع إلى بلدك، هذا قرارك، ما بدي أرميهم بالبحر، ولا بدي أظلمهم، ولا بدي أطردهم أبدا، بدي أنا أعيش معاهم كما كانوا عايشين. كنت أنا ولدت في يافا، يافا حدودها مع تل أبيب ما فيش حدود، الشارع ممشي، وكنا في فلسطين أهل يافا وأهل تل أبيب مدينة واحدة، وعايشين مع بعض ومتزوجين مع بعض، وكانت الحياة ما فيها أي مشكلة إطلاقا، يتزاوجوا ويستاجروا ويعملوا، وما فيش حاجز،
فيش خط، فيش شرطي، فيش بوليس، كلنا من مدينة واحدة يافا وتل أبيب. فهذا هذا ما نتطلع إليه في هذا العصر من الحضارة ومن التطور ومن الأخلاق الكريمة، أن نكون دولة مثل سويسرا فيها السوق الفرنسي الأصل، فيها الألماني الأصل طبعا، والإيطالي، والإيطالي الأصل، وكلهم سويسريين، ما في مشكلة أبدا. أنا لا أنادي ولا أطلب بطردهم ولا بقتلهم، أنا بدي اليهودي يعيش معزز مكرم بدل أن يعيش عيشته الحالية. هو مش معزز مكرم الآن، أريده معززا مكرما، ولكن أريد أن أكون أنا أيضا معززا مكرما مثله وليس تحته. سؤالي الأخير دكتور طلال بهذه الحلقة، أنت تراهن، هل تراهن على المجتمع الإسرائيلي أن يتبدل وأن ينتقل من اليمين إلى الوسط واليسار؟ هل تراهن على شخصية تاريخية إسرائيلية على الطريقة الدوغولية بالنسبة مثل ما صار سنة 1958 مع الجنرال دوغول في الجزائر، يعني هو يقود الإسرائيليين للخروج من هذا المستنقع؟ شو هو رهانك عند الإسرائيليين؟ على ما تراه؟ رهاني إرادة المقاومة والتحرير بس، هذا فلسطينيا بس، فلسطين وكل البدائل الأخرى واردة، ولكن أنا لا أعتمد عليها. رهاني على هذا الشعب الذي لا يقبل ولم يعد يقبل أن يكون تحت الاحتلال ومدعوس عليه أبدا، هذا انتهى. الآن كل البدائل موجودة وأنا أحسبها وأراقبها. أنا قلت من البدائل أن يكون هنالك حرب أهلية داخل داخل العدو، كان العدو في هنالك تطرف داخلي في جماعة معتدلين، بس ما براهن أن هذول حيحلوا لمشكلتي. لا أراهن على أمريكا، أنا أعلم تماما أن هنالك لوبيات ضغط إسرائيلية وإسرائيلية ويهودية مسيحية اللي اخترعوها جديد، الاختراع الجديد الديانة المزدوجة. نعم. لا أراهن على أن هذه ستنتصر أو ستفشل، ولا أراهن على أننا هنالك أصبح 50% من الشعب الأمريكي من الشباب متعاطفين مع القضية الفلسطينية، ما براهن عليه. نعم. أنا لا أراهن إلا على إرادة هذا الشعب وتصميمه على الانتصار إن شاء الله. وكما قال حديث نبوي، وأنا مسلم مسيحي بنفس الوقت، أنا تربيتي الثقافية مسيحية، تعلمت من يافا في المدرسة الأرثوذكسية. نعم. ولا أدري كيف والدي قرر أن يعلمنا بالمدرسة المسيحية حيث تعلمت فلسفة ومبادئ الديانة المسيحية، وكملت أيضا في صيدا في المدرسة الأرثوذكسية إلى آخره. ولكن أنا كمسلم مؤمن أتعلم من أيضا من الديانة الإسلامية حديث بدي أنهي فيه، وهو إن لله أقواما إذا أرادوا أراد، اعمل وربنا سيدعمك إن شاء الله. هذا الشعب الفلسطيني أراد والله سيريد. أنا بدي أتشكرك بنهاية هذه الحلقة دكتور طلال أبو غزالي على هذه الحلقة القيمة، هذا الحوار الشيق معك دائما وأبدا. وأنا سعيد أنه أول حوار لي قبلته في بداية العام هو هذا، وأنا أتشرف. أول لقاء لي في السنة الجديدة، نتشرف فيك مع دكتور. شخصك الكريم. العفو، نتشرف فيكم، شكرا جزيلا. موعدنا مشاهدينا الكرام بتجدد الأسبوع المقبل بنفس الموعد.